مرحبا بكم. أعلنت النمسا عن انخفاض مفاجئ في طلبات اللجوء في فبراير الماضي وفقا لوزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنا، وأشار إلى أن الأرقام تشير إلى استمرار التراجع في طلبات اللجوء، وقد تم تقديم 2662 طلب لجوء خلال الشهر الماضي، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 38% مقارنة بالشهر السابق الذي شهد تقديم 4288 طلب لجوء. وبالمقارنة مع فبراير من العام الماضي قدم 3393 طلب، وهو انخفاض بنسبة 22%. وأوضح كارنا أن معظم طلبات اللجوء في فبراير الماضي قدمت من قبل مواطنين سوريين ب 778 طلب، تلتهم أفغانستان ب 496 طلب، والمغرب ب 454، وبنغلاديش ب 156 طلب. ومن بين المقدمين على طلبات اللجوء كانت النسبة 60% للأوكرانيين الذين يتلقون الرعاية الأساسية في النمسا، و 22% من المقدمين على اللجوء كانوا من المغرب. وفيما يتعلق بالموافقة على الطلبات، تم منح اللجوء في 2151 حالة والحماية الفرعية في 1006 حالة، وتم منح تصاريح الإقامة الإنسانية في 1284 حالة. ويعتبر وزير الداخلية النمساوي الوضع خطيرا ويطالب بجهود دولية لمعالجته، ويشير إلى محادثاته الأخيرة مع المغرب للتعامل مع الزيادة في طلبات اللجوء من هذا البلد وإعادة المرفوضين. يشير كارنا إلى أن التراجع في طلبات اللجوء يعود إلى الضوابط المكثفة من قبل الشرطة النمساوية على الأراضي. وشكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.